بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وساوي علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 31، كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية، والأقضية جاية من القضاء، والقضاء هو الحكم الذي فيه إلزام ويكون بواسطة القاضي. فهناك فرق بين القاضي والمفتي. القاضي حكمه فيه إلزام، والمفتي حكمه لا إلزام فيه، ما يعرفش يلزمك يعني. يعني ما تروح درج إفتاء تسأله دي حلال ولا حرام، يقول لك حلال أو يقول لك حرام، لكن ممكن تخرج من دار الإفتاء تعمل الحرام، ما يقدرش يمنعك، ما عندوش قوة يمنعك أو يلزمك إنك تنفذ فتوته. يعني المفتي ما هو إلا ناصح، يبين الحكم بس ولكن لا ينفذه، إنما القاضي عنده القدرة على إنفاذ الحكم. يبقى الحكم الذي إيه؟ الذي هو فيه انفاذ يكون قضاء، والحكم الذي لا قدره على انفاذه من المستفتي من المفتي فيسموه افتاء. يبقى عندنا دار الافتاء وفي دار القضاء كده، برضو اي حكومه كده فيها دار افتاء ودار قضاء. دار افتاء دي تنصح الناس وتبين الحكم الشرعي فيما يستجد له من احوال، ثم بعد ذلك ممكن حتى الحاكم يخالف فتوى دار الافتاء. ما عندهاش الزام، تقدرش تلزم حد، واضح؟ ليست عندها قوة تنفيذية، قدرة على تنفيذ الأحكام. إنما القضاء لا، عنده قدرة على تنفيذ الأحكام. والمفتي قد يفتي على عدة وجوه في المسألة الواحدة، لكن القاضي لابد أن يحكم بحكم واحد، ما يقولش إن فيها مذاهب ويسيبها هي عايمة، ما ينفعش. القاضي ما ينفعش يحكم حكم ويسيبه على اختيار، يقول لك عند ابي حنيفه كذا وعند الامام الشافعي، ده مش قاضي. ده القاضي والحكمة المحكمة كلمه واحده، سكه واحده، فحكمه يرفع خلاف المذهب. فهمت بقى؟ لكن المفتي ممكن لما يجي يقول لك مساله تقول له طب وفي مذهب تاني، طب وفي علماء تانيين قالوا غير كده، وتقعد تناقشه. انما القاضي لما يصدر الحكم ما ينفعش الايه تقول له طب لو سمحت ممكن تقول لي حكم تاني، ما ينفعش كده. هذا في فرق بقى بين الحكم القضائي والافتاء. فالافتاء ممكن ايه يقول لك المساله على عده اوجه، لكن القاضي يرفع الخلاف بين المذاهب ويحكم بمذهب واحد، يقطع. وعشان كده قضى يعني قطع يعني حكم. فهمت؟ الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه. الباب الأول في كتاب الأقضية، باب اليمين على باب اليمين على المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه، يعني واحد جاء ادعى عليا ان انا قاعد في بيته، الشقه اللي انا ساكن فيها. جاء واحد راح للقاضي قال الشقه اللي قاعد فيها يسري دي بتاعتي انا، يبقى بيدعي عليا. كويس؟ يقوم القاضي يعمل له ايه؟ يقول له عندك بينه. البينه يعني شهود. كويس؟ يقول له ما عنديش. يقوم
يوم القاضي يعمل ايه؟ يقول لي تعالى يا يسر، يعمل لي استدعاء عشان احضر في المحكمة ويحلفني، يقول احلف ان الشقة اللي انت قاعد فيها دي بتاعتك مش بتاعت الراجل ده. فيتوجه اليمين على مين؟ على المدعى عليه. اذا فقد المدعي البينة، فهمت؟ يبقى المدعى عليه يتوجه عليه اليمين في اي ادعاء كده. الشافعي يقول لك اه في اي ادعاء طالما مفيش بينة يتوجه ايه؟ اليمين. طب والامام مالك وفقهاء اهل المدينة السبعة كان يقول لك لا، مش اي واحد يتوجه له اليمين، لابد ان يكون بينه وبين المدعي خلطة عشان يتوجه لي اليمين، لازم يبقى في بينهم خلطة حتى لا تمتهن كرامة اهل الفضل بان يدعى عليهم وكل يوم رايحين جايين المحكمة يحلفوا وتبقى يمتهنوا، فهمت؟ فيبقى الامام مالك قال ايه؟ ووافق فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، كان رأيهم كده، لا يتوجه اليمين على المدعى عليه الا اذا كان بينه وبين المدعي خلطة حتى لا يمتهن اهل المروءة بادعاءات كاذبة، فهم؟ والشافعية خالفوهم وقالوا لا، يتوجه اليمين مطلقا بينه خلطة او لم يكن بينه خلطة مطلقا، ملناش دعوة، لان من لا تظن ان بينهما خلطة، قد يكون كان بينهما خلطة منذ زمن فقد تضيع الحقوق، فهمت؟ يمكن كان بينهما خلطة من 20 سنة والناس اللي شافوا الخلطة دي ماتوا وجات اجيال تانية وجاء رفع قضية، فازاي ما يتوجهش ليه اليمين؟ هو احنا شفنا الخلطة دي طول عمره، راجل عنده 60 سنة كان مخالط لهذا الرجل من 30 سنة، فهمت ازاي؟ انت تيجي تقول لي دلوقتي ما يكونش خلطة، طب ما الناس اللي شافوا الخلطة ماتوا، ايه اللي يثبت؟ فهمت؟ وبالتالي تضيع الحقوق. ومذهب الشافعية في المسألة هو الأرجح، ووافقه الإمام أبو حنيفة أيضا، فهمت؟ يبقى يتوجه اليمين على المدعي المدعى عليه مطلقا سواء بينه وبين المدعي خلطة أو لا يكن بينهما خلطة. ومتى يتوجه اليمين على المدعي عليه؟ إذا لم يكن المدعي عنده بينة، واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 67 بعد 564,000، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهبة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى مش مجرد الدعوة من غير بينة القاضي يديله الدعوة على طول، وإلا كده الناس هتعتدي على دماء بعضها البعض وعلى أموال بعضها البعض، يعني يروح يقول له ضربني جرحني عملني، ويجي يحكم القاضي يقول له طب اجرحه زي ما جرحك. الله، ما هيش يثبت أنا جرحته ولا ما جرحتوش، فهم؟ يجيب شهود. طيب ما عندوش بينة، يبقى اليمين على المدعى عليه، يحلف المدعى عليه انه بريء، انه لم يفعل ذلك، انه وهكذا. ودي طبعا قاعدة هامة ومهمة في الايه؟ في الحكم والقانون، واخذ بها كل حكماء القانون في جميع الملل. هذه القاعدة النبوية الشريفة، اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. قاعدة قانونية أخذ بها كل القانونيين وإيه؟ والقضاة في جميع الملل، مش المسلمين بس. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنكر اللي هو المدعى عليه. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
باليمين على المدعى عليه، يعني عند غياب البينة من المدعي. يبقى ايه الحديث هنا فيه نوع ايه اختصار. باب القضاء باليمين والشاهد. احنا قلنا لازم المدعي يبقى معاه بينة، البينة ايه؟ شاهدين عدل. طب افرض عنده شاهد عدل واحد، شاهد واحد بس. فالعلماء قالوا ما عدا اهل الكوفة والاحناف، قالوا ان كانت القضايا مالية او تؤول الى المال يجوز ان يكتفي بشاهد واحد مع يمين المدعي. واضح؟ يعني يمين المدعي يحل محل الشاهد الغائب، بس بشرط ان تكون القضايا ايه؟ مالية وليست جنائية، قضايا متعلقة بالاموال والمعاملات او ما يؤول الى المال زي المهور والصداق والنفقة والحاجات اللي هي متعلقة التي تؤول الى المال. واضح؟ وزي الهبات. يبقى ده رأي مين؟ رأي الشافعية والمالكية والحنابلة، بس مالكية الأندلس زي الأحناف، مالكية الأندلس كانوا زي الأحناف لا يعترفوا بإيه؟ بشاهد واحد ويمين، يقول لك لا شيء هما شاهدين. قالوا لأن القرآن ما جاتش في القرآن. قالوا واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين. طب فين بقى اليمين؟ ما جاش في القرآن، وده خبر احاد، فازاي ناخد خبر احاد وخصص به ايه عموم القران؟ خلاف في طريقه الاستدلال والترجيح. فالامام ابو حنيفه لم ياخذ بهذا، وقال لابد يبقوا شاهدين عدل او رجل وامراتان، وفي الامور الماليه او ايه او ما تقول الى الاموال، ولا ياخذ بشاهد واحد ويمين. والراجح هو مذهب الجمهور في المسألة. ليه؟ لأنها ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة. وسيدنا الإمام الشافعي لما راح قدام هارون الرشيد قاعد ومحمد بن الحسن الحنفي، وراح العراق وكان يقول بذلك، ومحمد بن الحسن كان مؤلف كتاب بيزم أهل المدينة ويقصد أهل المدينة مالك، وبعدين بيقول لهارون الرشيد الامام الشافعي لما شاف الكتاب فبيتناقشوا، وهارون الرشيد قاعد ايه بيسمع الحوار، فبيقول له من تقصد باهل المدينه؟ ان كنت تقصد اهل المدينه فهم ابناء الانصار والصحابه ولا يعابوا، والمدينه تنفي خبثها، تذم من؟ وان كنت تقصد المدينه المكان فلأن المدينة المكان شرفها الله بإقامة نبينا وذكرها في القرآن ومدحها وفيها روضة من رياض الجنة، فمن تقصد بذم أهل المدينة؟ شوف الإمام الشافعي بيزنق محمد بن الحسن، ده كان حاجة قامة كبيرة جدا. والإمام الشافعي كان شاب عنده 33 سنة ساعتها، محمد بن الحسن ده كان إيه بقى؟ تخاف منه من هيبته، وما يقعدش إلا مع الخلفاء الكبار، زي ما تقول مثلا إيه وزير العدل وقاضي قضاة بلاد المسلمين كلها في الخلافة الكبيرة دي كلها. وهم الشافعي بيناقشه هو من دور ايه يعني كأنه ابنه في السن. فقال له اقصد الامام مالك. قال ان كنت تقصد مالك فيؤخذ منه ويرد، صرح باسمه. فهمت ازاي؟ ادي الكلام، يعني المناقشة العلمية ما تقولش اهل المدينة، اذم اهل المدينة، قول اذم مالك واناقشه في هذه المسألة، وضح. ليه تبهم؟ فهمت ازاي؟ الامام الشافعي بينقده يعني، وهارون رشيد قاعد بقى مبسوط من الامام الشافعي. فهمت ازاي؟ فقال له ثم لما تذم مالك؟ بعد كده سأله، قال له لانه يقول بشاهد ويمين ولم يأتي القرآن بشاهد ويمين فيضيع حقوق الناس. فقال أنتم تقولون بأخف من هذا، تقولون أن المرأة يكفي شهادة القابلة في إثبات النسب، وامرأة واحدة، امرأة وواحدة وبتثبتوا بها النسب، والنسب أعظم من المال.
فالجمه. فهمت ازاي طريقه الامام الشافعي؟ اصله كان قوي ما شاء الله. فايه الامام فهارون الرشيد قرب الامام الشافعي بعد ما كان هيحكم عليه بالاعدام، ما هو جاي له من كانوا قابضين عليه وجاي له من اليمن قايلين ان هو بيقول انه اولى بالخلافه منكم، وانه يعني يحب العلويين اللي هم يعني ينتسبون الى سيدنا علي بن ابي طالب، والعباسيين كانوا يعادوا العلويين. وكان هو في اليمن ساعتها لما وصلت الفريه دي لهارون الرشيد قال اقبضوا عليه، فجاء هو و16 مكبلين في الحديد من اليمن وصلوا لحد بغداد مقبوض عليهم. فالامام الشافعي بقى لما دخل على هارون الرشيد وابتدى يناقش ويتكلم ويعمل، وبعدين اقنع هارون الرشيد قال له ازاي تقول عليا ان انا بقول انا اولى منك بالخلافه، نحن لا ننافس، امرنا الا ننافس الناس ايه الامر اهله، ثم كيف تقول وانا ابن عمك، احنا الاثنين جدنا عبد مناف واحنا اولاد عمومه واحده، شرفك شرف، والعلويين يقولون ان كل من سواهم عبيد، فكيف اقدم من يقول اني عبد عنده على من يقول اني ابن عمه؟ شوف اقنعه. فراح اجلسه جنبه وعفى عنه. فكان الامام الشافعي يعني قوي الحجه. فالخلاصه يعني ايه؟ ان القضاء باليمين والشاهد في الامور ايه؟ الماليه او ما يؤول الى المال وليست في الجنايات. على مذهب مين؟ الجمهور خلافا للاحناف ومن وافقه. باب القضاء باليمين والشاهد. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. زي ما قلنا لازم تقيدها كده، قضى في الامور الماليه وما يؤول الى المال، لا في الامور الجنائيه والعقوبات المتعلقه ايه بالجنايات. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. ألحن بحجتي يعني أقدر على بيان مقصوده، يعني عنده بلاغة وعنده ترتيب ويستطيع أن هو يبين إيه مسألته بطريقة ويكون صاحب الحق ألكن. يبقى ألحن عكسها إيه؟ ألكن. يبقى عنده الحق ومش عارف يعبر فيبيع حق. يبقى الألكن هو الذي لا يستطيع أن يعبر عن حقه فيضيع، سموه ألكن. والألحن هو اللي عنده قدرة على بيان حقه وإيه وعنده بلاغة وفصاحة فيبين مقصوده بطريقة تدخل في إيه في روع السامع أنه عنده حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني دل على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحلل ولا يحرم حلالا، حكم القاضي فقط لفض النزاع، لفض النزاع فقط. فهمت بقى؟ ليه؟ لأن القاضي أمر أن يحكم بالظاهر وقد يكون حقيقة الأمر خلاف الظاهر، فالقاضي يحكم بالظاهر لفض النزاع. أما العدل الحقيقي يوم القيامة، فلو قضى لك القاضي أمر وأنت تعلم أنه لا يحل لك عليك ألا تأخذه، فحكم القاضي لا يحل لك الحرام. واضح؟ ليه؟ لأنه هتيجي يوم القيامة تسأل عنه. وعشان كده النبي يقول ايه؟
فمن قطعت له من حق اخيه شيئا لان التاني الحن بالحجه وصاحب الحق كان الكن، فيقوم القاضي يحكم لايه؟ للظالم. فالنبي بيقول ايه؟ فلا ياخذه، يعني ما ياخذوش، يبقى ديانه عليه انه ما ياخذوش حتى لو معاه حكم قضائي، لانه مش عارف انه ايه؟ لا يحق له ان ياخذه. فانما اقطع له به قطعه من النار، يعني اذا اخذه يستوجب النار في الاخره. فاستدل الشافعي ومن وافقهم على ان حكم القاضي لا يغير حكم الشيء، فالحرام يظل حرام حتى ولو حكم القاضي بجواز فعله او اخذه. كويس. طب امال ايه فايده حكم القاضي؟ رفع النزاع في الدنيا بس، عشان الناس ما تفضلش متشابكه، يفض النزاع وخلاص، ويوم القيامه تتم العدل بقى، والقاضي مامور انه ياخذ بالظاهر. وعن ابي قال وحدثناه، الامام ابو حنيفه وافق الشافعيه في ان حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولكن في ايه؟ ولكن هذا في ايه؟ في الطلاق بس. يعني ايه؟ يعني واحد جاب شهود زور، راحوا قدام القاضي وحلفوا قدام القاضي ان الدكتور يسري يطلق مراته. الدكتور يسري ما طلقش مراته، ما طلقش، ده هم راحوا للقاضي حلفوا قدامه فلان طلق مراته. القاضي حكم المحكمة أن فلانة طلقت من فلان، طلق بحكم قضائي، فإذا انقضت عدتها غير له أن يتزوجها. أجاز الأحناف هذا. فهمت إزاي؟ الشافعي قالوا لا، من تزوجها ويعرف إن دول كانوا شهود زور يبقى بيرتكب حرام وإثم، لأن يتزوج من لا تحل له، لأن ما زالت إيه؟ تحت عصمة رجل. فهم؟ الأحناف قالوا لا، في الزواج بس. الشافعية ردوا عليهم، قالوا لهم إزاي بقى وأنتوا أصلاً بتخالفوا قاعدتكم في الاحتياط في الأنساب والأعراض، ده أنتم بتحتاطوا في الأنساب والأعراض أكتر من أي مذهب تاني. أنتم تيجوا بالحتة دي تعملوا فينا كده؟ فحجوهم بقاعدتهم. فهمت إزاي؟ دي من ضمن المناقشات بين الامام الشافعي وابن محمد بن الحسن كمان، القضايا دي. فهمت ازاي؟ قضايا كبيره قاعد يناقشهم الامام الشافعي، يعني فتح لهم الحكايه، واخد بالك؟ فقال لهم لا، لا يجوز حكم القاضي لا يحل حلالا في كل حاجه، في الاموال وفي الاعراض وفي الطلاق وفي الجروح، في كله، ما تستثنيش حاجه. فقالوا احنا نستثني دي بس عشان تستقر البيوت، ما هو المحكمه هتحكم انها طلقت، تقوم تعيش كده بلا زوج؟ اما تنقضي عدتها واحد تاني يتقدم لها ويتجوزها. قال لا، تعيش بلا زوج طالما اللي هيتقدم لها يعلم انهم كانوا شهود زور، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ وبالتالي ناخد بالنا ان حكم القاضي لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكن هو لرفع النزاع بس. واللي يعرف انه حرام حتى لو ما حكم قضائي ما ياخدوش. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، يعني ألحنه أبلغ من بعض، يعني عنده بلاغة يعني، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وليه النبي قال هنا أنا بشر؟ قال لأن أنا عندما أحكم بالقضاء لا أحكم بكوني يوحى إلي،
انا احكم بالظاهر حتى يقتدي لي من خلفي من القضاة. وان كان النبي كان ممكن يحكم بباطن الامر لانه يوحى اليه، لكن النبي لو حكم بباطن الامر لاعجز القضاة بعده، فهم؟ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه عندما يكون قاضيا بين الخصوم لا يحكم بكونه نبي يوحى اليه، بل يحكم بالبشرية وهي الظاهر البينة واليمين وغير ذلك، حتى يقتدي به غيره من القضاة من بعده، وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يحكم بإيه؟ بعلم نفسه، بل لا بد أن يراعي الأوراق والبينات. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة، لجبة بمعنى جبل جلبة، لجبة وجلبة بالنقل، نقل الحروف بمعنى واحد، يقول لك جلبة ولجبة الاثنين بمعنى واحد، وهو الصوت الغير واضح اللي هي الضوضاء يعني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة، باب قضية هند، هند اللي هي زوجة أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر كانت عايزة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم ترفع قضية نفقة على جوزها، ما بينفقش عليه، جوزها شحيح، فهمت ازاي؟ فعايزة ترفع قضية نفقة، حكم نفقة، ان ياخد منه نفقة جبرية ينفق على أولاده. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، تستغفله يعني تاخد من وراه. فقالت رجل شحيح ودي غيبة، فأجاز الفقهاء الغيبة عند التقاضي والاستفتاء، يبقى يجوز الغيبة عند القاضي وعند الفتية، واضح؟ لأن قالت رجل شحيح اهو، طب ده غيبة والنبي ما قالهاش عيب تقولي كده على جوزك، ما قالهاش، لأنها جاءت في موقف لا تقصد عيبه بل تقصد الشكوى للتقاضي والاستفتاء، فهمت بقى؟ وعشان كده قالوا تجوز الغيبة في مواضع، منها عند الفتية وعند التقاضي وعند النصح وعند التحذير وللتعريف، خمس حاجات اهو. يعني ممكن اقول فلان الاعمش، واخد بالك ازاي؟ مش كده؟ سليمان بن مهران مشهور بايه؟ بالاعمش، ودي غيبة، قال لك المقصد منها التعريف، انا اقصد اعرفه لان تقصد، فإن كنت معرفا أو ناصحا، زي واحد هيعمل مشروع تجاري مع إنسان يشاركه، وأنت خبرتك إن هذا الرجل اللي هيشاركه ذمته المالية خاربة، وإنه يأخذ أموال الناس ويضيعها، فلك إنك أنت تقول له لأ هذا الرجل لا يؤتمن على المال، فهمت إزاي؟ لأنك تقصد النصح، ناصح ومحذر، تحذر من أهل البدع. ولك اوعى تمشي مع الوهابيه، اوعى تسمع كلامه، الوهابيه جهله، فهمت ازاي؟ خوارج العصر، اراقوا دماء المسلمين، يبقى ده يجوز هذا من اجل التحذير، فهمت؟ من اهل البدع، كل دي يجوز، ما تقوليش بقى غيبه. او المجاهر بفسق، واحد مجاهر بفسق بيشرب خمره في الشارع كده قدام الناس، ليك انك انت تقول ده فلان ده خمرجي، فهمت؟ يبقى اذا كان مجاهر، بس تذكره بما يجاهر به،
لا ما يسر به. فهمت؟ يعني افرض هو بيعمل معاصي ثانيه في السر ومعاصي في الجهر، يبقى تذكر الجهر ولا تذكر السر. فهمت؟ وكذلك عند الفتيا وعند التقاضي، دي الاحوال اللي هي ايه؟ تجوز فيها الغيبه. ايه؟ الاعمش اللي هو بيعمل كربعين وكده. يعني اول ما يلاقي ضوء زي ده كده احنا مش مستحمله، يبقى اسمه اعمش. فهمت؟ وده عيب في العين. فهمت؟ يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من مالي بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني كده يبقى حرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. شوف بالمعروف، يبقى ايه الامام الشافعي لك؟ العاده محكمه من كلام النبي، وبالمعروف العاده محكمه، يعني خذي ما يكون ايه عاده يكفيك انت واولادك على مستوى معيشتك المعتاد دون زياده، ما حددلهاش قدر ما تاخذ، ترك الحكم فيه للمعروف، يعني العاده، العاده محكمه. انتوا من اسره متعودين تاكلوا مستوى معين وتلبسوا باسلوب معين، يبقى تاخدي ما يكفي هذا الاسلوب، ما تاخديش فوقه ولا دونه. فاهم؟ يبقى العاده محكمه. وان ما يكفيك دل على ان النفقه الواجبه للزوج على اولاده وزوجته هي الكفايه، فيجب ان ينفق عليهم ما يكفيهم، لا اقل ما يكفي، اقل مما يكفي. فهمت بقى؟ فيجب ان ينفق عليهم بحد الكفايه. في عندنا حد الكفايه وحد الكفاءه. الاسلام يقسمه النفقه الى حد الكفايه وحد الكفاءه. الكفاءه يعني بزخ شويه، موسع عليهم شويه، اسمه حد الكفاءه. انما حد الكفايه يعني مش محتاجين حاجه لكن ما عندهمش فائض. فاهم؟ بس هم مش محتاجين حاجه. انما حد الكفاءه يبقى عندهم فائض، يعني ممكن تدي لابنك مصروف وهو ماشي بحيث ان مصروفه ده ازيد من احتياجه فيستطيع ان يتصدق منه. فهمت ازاي؟ ده اسمه حد الكفاءه. هو الواد بيحتاج في اليوم 20 جنيه، اروح انا مديله 50 في اليوم. يوم يقدر بقى هو بال 50 دي يساعد واحد صاحبه. يقوم يتصدق على انسان. ده اسمه حد الكفاءه، ده خير كويس. لكن لو بديله احتياجه بس انا ما قصرتش معاه. انا المطلوب حد الكفايه مش حد الكفاءه، الكفاءه ده حسن عشره. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده النبي قال ايه؟ ما يكفيكي. وعنه قال: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن ابي فديك قال: اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وعنه قال: وحدثنا عبد الله بن عبد بن حميد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله من اهل خبائك، يعني منك انت. بس هي مكسوفه تقول له انت. قالوا اهل خباء، يعني اهل بيت، يعني انت. بس هي مكسوفه يعني. بتوصف حالها ايام الكفر. بتوصف حالها ايام ما كانت كافره، انها كانت تكره النبي جدا. وكانت عايزه النبي يحصل فيه ويحصل فيه وكل حاجه وحشه. درجة انها هي اللي سلطت على قتل عم النبي وحش، ولما مات كمان بقرت بطنه ولاكت كبده. شوف قد ايه الغل اللي عندها. فبتحكي للنبي حالها قبل الاسلام كان ايه، وبعدين حالها انقلب ازاي بعد الاسلام. ما كان على ظهر الارض اهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني الآن، يعني الآن بعد إسلامي اتعكست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ف
ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك. ممسك يعني شحيح، يعني بخيل، يعني مسيك، كل دي بمعنى واحد. يقول لك ممسك، مسيك، شحيح، بخيل. وإن كان في لغة العرب بقى شحيح غير بخيل. شحيح يعني يبقى بخيل حتى على نفسه، لكن بخيل يبقى كريم على نفسه وما ينفقش على غيره. يعني هو ياكل كباب ويجيب لعياله فول وطعميه. فهمت ازاي؟ ده يبقى بخيل. انما بيجيب عيش حاف بس هو واولاده ياكلوا، يبقى شحيح. فهمت بقى؟ فالشح اشد من الايه؟ من البخل. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. شوف القيد أهو، بالمعروف يعني حسب العادة، حسب العادة زي ما تعودت. فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة. أصله كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل أظن أبوها وأخوها في إيه؟ في بدر. عشان كده كانت عايزة تنتقم، كانت ساعتها كافرة. ما هي أسلمت إمتى؟ ده في عام الفتح. أسلمت في عام الفتح بعد كده. فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا وأنا كمان، يعني بيقول وأنا كمان كنت ساعتها كده وأنتوا كفار، كنت عايز تقوم تتذلوا صلى الله عليه وسلم. يعني دي زي دي صلى الله عليه وسلم. جميل النبي ده، جميل صلى الله عليه وسلم. ما يكررش بقى الكلام الايه؟ السفسطه. قال لا وانا كمان. زي ما كان اليهود يقولوا ايه؟ السلام عليك. يقول ايه؟ يقول وعليكم. وين صار؟ خلاص مش وعليكم. ستنا عائشه ايه؟ سمعت انت قالت وعليكم السلام والموت واللحم. قال يا عائشه بالراحه ليه ده كله؟ قولي وعليكم وخلاص. صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. اهو شوف ممسك، مسيك، شحيح، هي هي. وكل ده يدل على جواز الغيبه عند التقاضي. فهل علي حرج من ان اطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا، لها لا إلا بالمعروف. لا يجوز إلا بالمعروف، يعني ما زاد عن المعروف وقعت في الحرام. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.